اليوم عاد الجدل حول قطع خدمة الإنترنت من جديد للشارع العراقي، خصوصا مع بداية امتحانات الدور الثاني للصفوف المنتهية. هاي القصة دائما ما تتسبب بمشاكل، خصوصا وأنه أغلب الخدمات اليوم أو التفاصيل اليومية صارت تعتمد على الإنترنت، لذلك أنه عادة كل ما يكون أكو قطع بالإنترنت كل ما يكون أكو مشاكل، قد تكون مالية، قد تكون أيضا أصحاب الخدمات اللي معتمدة بشكل رئيسي على التسويق عبر الإنترنت. الجديد بالموضوع أنه وزارة الاتصالات هالمرة تحدثت بشكل واضح وقالت يابا ترى أنه قطع الإنترنت إجا بناء على طلب من وزارة التربية، واعترفت في بيان إلها بأنه قطع الإنترنت بالفعل يتسبب بمشاكل ولن يكون حلا لمنع تسرب الأسئلة، وطالبت التربية بهذا البيان أنه تلقى حلول بديلة لمشكلة الامتحانات وتسريب الأسئلة، واختتمت بيانها بأنه وزارة الاتصالات لا تؤيد قطع خدمة الإنترنت. هاي القصة طبعا قبل فترة كان أكو أيضا قرار قضائي وجه بعدم قانونية قطع خدمة الإنترنت، ما يعني أنه طلب وزارة التربية بقطع الإنترنت غير قانوني تماما. وهذه مشكلة يمكن احنا عشناها على مدار هذه السنوات مع كل امتحان. حتى نكون بالتفاصيل راح ينضم ويانا المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، حياكم الله. سيد كريم، اليوم وزارة الاتصالات لأول مرة قالت ببيانها أنه القطع جاء بناء على طلب وزارة التربية، وطالبتكم أنتم كوزارة لازم تلقون بدائل كافية تطلبون من عندنا قطع خدمة الإنترنت، عندكم بدائل جديدة تبحثون عن بدائل جديدة، تفضل. مساء الخير، تحية لكم ولجمهوركم الكريم. انطلقت هذا اليوم امتحانات خاصة الدور الثاني لمرحلة الثالث الإعدادي بكافة فروعه، وإثر طبعا يعني إثر انطلاق الامتحانات هناك كان قرار من مجلس الوزراء يتعلق ب قطع الانترنت، وهو جزء يعني اجراء ضمن مجموعه من الاجراءات التي تستهدف من خلالها وزاره التربيه حمايه ورفع مستوى سقف الامان الخاص بعمليه نقل الاسئله. الجديد هذا اليوم طبعا ان وزاره التربيه وللمره الاولى اجرت تجربه نوعيه قامت من خلالها بعمليات نقل الاسئله الكترونيا، مو بالطريقه التقليديه اليدويه القديمه اللي تستلزم قطع الانترنت. لذلك اليوم التجربه كانت في الامتحان الاول طبعا بالنسبه للمديريات السته في بغداد على بعض المراكز الامتحانيه، وبالتالي نجحت هذه العمليه وهي من طيب الاليه اللي تم نقل بها الاسئله الكترونيا، وكانت عملية النقل عملية آمنة ما بها أي تسريب، مع ذلك أنه الإنترنت ماكو، فشلون تم عملية لا نقل لا لا. إلكتروني دقيق وإنترنت دقيق. ماكو إحنا فيما يتعلق بالقرار القديم اللي هو قطع الإنترنت من يوم 17 إلى يوم 28 الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة السابعة صباحا هذه المرة، هذا صار المفعول. لكن احنا نتحدث الآن عن حلول جديدة لوزارة التربية وعن رؤية جديدة لوزارة التربية من خلالها يعني تستطيع الوزارة ربما الأعوام السابقة أو عفوا الأعوام القادمة بعد أن مرينا بأعوام سابقة كان يقطع الإنترنت، قد نشهد في المستقبل يعني حالة عدم قطع الإنترنت. بالنهاية الامتحانات هي ملف وطني سيدتي الكريمة.